هاولی چوارمی فرمودانی هاولی چوارمی شجوانی عراق 2021 الوصيفة الرابعة لعام 2022 أكيد هي اللي تمثل الموصل ألف مبارك موصل حوالي توارمي شجواني عراق وزارو بستودو بيروزا الوصيفة الثالثة لعام 2022 واللي تمثل هاولي زينة هردانا زينة اليوسف تفضلي زينة فرمو هاولي سيمي شاجواني عراق 2022 اويش منو يا ترى الوصيفة الثالثة لعام 2022 مس حزام بغداد ألف مبارك فيروزا طيب الوصيفة الثانية لعام 2022 واللي تمثل هاولي سيم هاولي دومي مس عراق 2022 هاولي دوم حسنة. من المتسابقات الثلاثة راح نعرف الوصيفة الثانية لعام 2022 واللي تمثل محافظة وسط بيروزا هاولي دوم فيروزا هاولي دومي شاجواني عراق 2022 ألف ألف مبارك للوصيفات دو شاجوان ماينا متسابقتين فقط واحدة بيهم ملكة جمال العراق لعام 2022 والأخرى راح تكون الوصيفة الأولى سيمة جاف ممكن تتفضلين حتى من بعد ما نعلن النتيجة قبل ما ننوه عن النتيجة أدعو رئيس منظمة مس عراق الأستاذ أحمد الجاف فليتفضل مشكورا وأيضا أعضاء لجنة التحكيم تفضلوا فرمون أنداماني لجنة بوسر ستيج بيش أوي بزانين تشيدا بيتا مس عراق 2022 حضر الأستاذ رئيس منظمة مس عراق أحمد ليث وأيضا أعضاء لجنة التحكيم بعد قليل راح نعرف ملكة جمال العراق لعام 2022 زورنا ما يا بزانين إذا شوفين تمارة حقهم الموضوع يعني للأمانة صعب أوكي زور زور ما زور زور كم ما يا بزانين تشي دبيتا مس عراق 2022 ملكة جمال العراق لعام 2022 هي ملكة جمال العراق شاجواني عراق 2022 أكيد هم تنصورينا بزانن تشي دبيتا شاجواني عراق 2022 الخوف والتوتر واضح نحمسهم شوية على معرفة النتيجة أعضاء لجنة التحكيم
طبعا عضلة التحكيم يا ريت نكون بشكل مستقيم كادر باز نكون بشكل مستقيم حتى نبين كنا بالكادر. تفضلوا هنا. طبعا دبنين يكك لك تكان بقريان واتاوري نتيجة مس عراق دو هزارو بيستودو دكات. طبعا دكتور محمد الأمير راح يلبس الوشاح أكيد للي تحصل على اللقب وسيم مجاف راح تتوج ملكة جمال العراق لعام 2022. ممكن نسمع الأغنية أو تهيئوها أغنية ملكة جمال العراق. شاجواني عراق دو هزارو بيستودو ملكة جمال العراق لعام 2022 مس عراق 2022. مس بغداد الكرخ ألف مبارك فيروزة. سبحان رب الخلاق جمال صورة وأخلاق حيوها لبسوها التاج صدقة وهلا للوشواق ملكة جمال العراق. سبحان رب الخلاق جمال صورة وأخلاق حيوها لبسوها التاج صدقة وهلا للوشواق. عيني عليها بردة أمنية كل العشاق مبروك يوم الصبر يا شايلة اسم العراق. عراق يا تختلف عن غير كل النساء جمالها يفوق الوصف ومكياج الكبرياء. أم ناسنا المسؤول عن عطور بومبيلا وأيضا فندق لاروش يتفضلون لتوزيع الهدايا على طبعا سبونسر كان مان هديان هي لبوك تكان زور دوس باس.